هل ترون التحرك الأخير للبنك المركزي بتحريك وتعويم سعر الصرف سيساعد في يعني سهولة الأعمال؟ بالتأكيد هذه هي الحركية التي يتميز بها الاقتصاد ولا يمكن الابتعاد عنها. كل عملات العالم في حالة غير مستقر حاليا. التعويم سيساهم في قدرات مصر التنافسية ولكنها ستتسبب في تضخم كبير، ولكنه تضخم مؤقت وسيتم اجتيازه خلال 18 إلى 24 شهر المقبلة. هل أنت متفائل تجاه صناعة السيارات في مصر؟ أنا شخص ولد متفائلا وأرى فرصة في أي تحدي، وعلينا أن نفهم أن مصر بلد مستورد وهذا يجعلها عرضة عند الاستيراد لمخاطر تغير سعر العملة ومشكلات سلاسل الإمداد، ومع زيادة التصنيع المحلي سنتغلب على هذه المخاطر وستصبح الأسعار تنافسية، وسنرى خلال سنتين أو ثلاثة تنافسية في أسعار السيارات في مصر. You will certainly see car prices getting to be more competitive.